ما زلنا مع كتاب اللباس من كتاب رياض الصالحين، فنعيش مع التبويب الجديد للإمام النووي، نسأل الله أن ينفع بنا وبكم. تفضل أحمد. باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء. نعم، إذن كلمة كراهة استخدمها السلف بمعنى الحرام. كلمة كراهة استخدمها السلف بمعنى الحرام. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، الآية الثانية. إذن كلمة مكروه في القرآن استخدمت بمعنى الحرام، واستخدمها السلف والمتقدمون بمعنى التحريم، واستخدمها كثير من العلماء من باب الورع، أن ألا يسارعوا بإطلاق كلمة الحرام. فلذا نرى كثيرا من الفقهاء يقول أكره ذلك، وأعني أنه من الحرام. لما استخدم كلمة أكره ولم يستخدم كلمة حرام؟ لما استخدم كلمة أكره ولم يستخدم كلمة حرام؟ هسه جاوبنا. هسه لسه جاوبنا. تفضل. لأن هذه الكلمة، كلمة أكره، استخدمت عند السلف بمعنى الحرام. اثنين، ألا يكون عنده تسرع في إطلاق كلمة حرام، يخافون من كلمة حرام. ولا لما يخافون من إطلاق كلمة حرام؟ لما يخافون؟ لأن الله عز وجل قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فبالتالي يخشون أن تنطبق عليهم هذه الآية. نعم، تنبهوا شباب، لو سمحت اكتب، لا يعني حتى تستفيد بإذن الله.